من جانبه أكد كابتن منتخبنا الوطني جلال حسن أن المنتخب جاهز لبطولة الخليج ويتسلح بعناصر جيدة وبعامل الأرض والجمهور. المدارس هواي مختلفة مرت على المنتخب العراقي من مدربين، كل مدرب له أسلوبه الخاص في العمل. فبالنسبة للمدرب كاساس يعني له أسلوب خاص، يعني المدرسة الإسبانية تعرف أنه البناء من الخلف والحيازة على الكرة. فشفت المباراة مع الكويت شلون بدأ المنتخب الوطني بالضغط المبكر، فطبقنا جميع الواجبات واللاعبين مستجيبين مع المدرب فكل الوحدات التدريبية طبقوا واجبات المدرب، فعلى تم الجاهزية إن شاء الله، اللاعبين والمعنويات عالية إن شاء الله. هاي البطولة مهمة بالنسبة لنا كمنتخب بين أرضنا وبين جمهورنا، يعني هذا شيء يفرحنا نلعب بين أرضنا وبين ناسنا وفي العراق. فالجمهور أكيد هو دافع معنوي والإعلام هو أكيد السباق بهذا الشيء. فبالنسبة للبطولة يعني احنا ان شاء الله انه نحقق فتشي يليق باسم المنتخب العراقي وباسم كلاعبين. فهي هاي البطولة اعتقد ان شاء الله انه نظهر مستوى جيد، فاكيد المدرب الى عقليته الخاصة يعني في العمل، فهو بداها من اول يوم يعني. فان شاء الله انه نكون عند حسن ظنه وعند حسن ظن الجمهور العراقي ان شاء الله.